حالة شفاء وخمس حالات وفاة. خالد نجدي. 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ومجموع الإصابات المؤكدة بالمغرب يرتفع إلى 17962 حالة. تلك هي الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، مؤكدة أن الحالات الجديدة سجلت بجهات الدار البيضاء سطات وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي والجهة الشرقية والرباط سل القنيطرة ودرعا تفيلالت والداخلة وادي الدهب. 220 حالة الجديدة التي سجلت اليوم، سجلت 203 منها في إطار منظومة تتبع المخالطين والبؤر. إذن بالنسبة للحالات النشطة، أصبح المعدل المجموع ديالها الوطني هو 2041 حالة نشطة، أي بمعدل 5.6 لكل 100,000 نسمة. وزارة الصحة كشفت عن تعافي 247 شخصا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 15,636 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. 4 حالات وفيات بمدينة مراكش وحالة وفاة واحدة بمدينة طنجة، ويصبح بالتالي العدد الإجمالي لحالات الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني منذ بداية هذا المرض ببلادنا 285، ويبقى معدل الفتك الوطني مستقرا في 1.6%. الوزارة أوضحت أيضا أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 1,047,871 حالة، مؤشرة إلى أن مجموع الحالات الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يبلغ 33 حالة، من ضمنها 5 حالات تحت التنفس الاصطناعي. وبين الحالات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية في عمومية ترابية الوطني 44 حالة إصابة بالفيروس بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي ما تزال تسجل أعدادا مهمة من الإصابات مع تطور المضاعفات إلى حالات حرجة لم تعد قاصرة على كبار السن. الروبورتاج فريد غيتو والتحرير لزكريا عبد المشيد. الوضعية الوبائية بطنجة ما تزال مقلقة، والجهة عموما تتصدر لائحة الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19. الرقم سجل إلى حدود صباح اليوم حوالي 3,783 إصابة مؤكدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعمالة طنجة أصيلة لوحدها تستأثر بحصة الأسد. صباح اليوم فقط انضافت إلى اللائحة 10 حالات مؤكدة جديدة. أصبحنا نستقبل يوميا عدد كبير ما بين 4-6 الحالات خطيرة جدا، وكيمكن لي نقول بأن في فترة الحجر الصحي كنا كنستقبلوا الناس اللي هما عندهم أمراض مزمنة، الناس اللي هما كبار في السن، فالآن لدينا كنستقبلوا شباب. فاحنا في قسم الإنعاش عندنا 29 سرير هنا في محمد السادس، فتقريبا 26 سرير فهي شاغرة وفيها ناس شباب تيروح العمر ديالهم بين 28 سنة و40 سنة. الوضع الوبائي بطنجة وصل ذروته، والوباء ما يزال ينشط بوثيرة سريعة مهددا حياة المواطنين خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة. إلى حدود هذا الصباح 8 حالات حرجة ترقد بمستشفى محمد السادس الجهوي، ووفاة واحدة سجلت هذا الصباح. عامل السن لم يعد محددا لقياس خطورة الوباء. هذه المرحلة هذه بانتشار ديال الوباء، الأشخاص في سن صغير كيتصابوا بهذا الوباء وكيجيو في حالات حرجه من الاول، يعني ماشي ناس اللي كيكون عندهم اعراض ومن بعد الحاله ديالهم كتدهور تدريجيا، مي كيجيو دون بلي غاف. الأطقم الطبية ومنذ أكثر من 4 أشهر تصل الليل بالنهار من أجل حماية المرضى من خطر الفيروس التاجي، وبعض المواطنين في غفلة من أمرهم غير آبهين بخطورة الوضع ومشقة العمل في هذه الظروف الصعبة.
ومنذ 7 من شهر أبريل الماضي أصبح ارتداء الكمامة إجباريا تحت طائلة الغرامة المالية والعقوبة الحبسية، ورغم ذلك يلاحظ أن الكثيرين لا يلتزمون بارتداء هذه الكمامات في الفضاءات العامة، بل ومنهم حتى من جعلها مجرد ديكور. عبد الفتاح مومن والربورتاج. بالنسبة للكثيرين ارتداء الكمامة انتهى مع قرار الحكومة تخفيف إجراءات الحجر الصحي، إما عدم وضعها نهائيا أو جعلها مجرد اكسسوار بالنسبة للبعض الآخر فوق الرأس أو العنق. طرحنا السؤال، هل يعني المواطن أن هناك عقوبات حبسية وغرامات مالية لعدم ارتداء الكمامة؟ وباقي ما عرفناش اللي كان عقوبة وكان مسائل. كاين عقوبة. وحنا غادي نديروا الواجب. يا عقوبة. 300 درهم. وانا دابا يلا خرج من الخدمه وداكشي علاش ما درتها هي المره انا نديرها انا يلا خرجت من الخدمه اخويا عاد غديرها عاد غندير بروميير فوا لا شونس باش دير الا ما درتهاش مره اخرى ان شاء الله راك تولي فيها الحبس. عدم ارتداء الكمامة يعتبر من أهم أسباب انتقال العدوى بين المواطنين، لذلك أصدرت وزارة الداخلية منذ أبريل الماضي قرارا يقضي بأداء من لا يضع الكمامة غرامة مالية بين 300 و1300 درهم حسب حالة العود، وقد يصل الأمر لعقوبة حبسية بين شهر وثلاث أشهر. سي تو طافي لوجيك، حيت لما كانش في ديال الردع راه ما كاين والو، لما كناش نحترموا الكمامة دونك سو كيفي احنا ديجا في خطر اون دونجي. تسحبوا كورونا مشات؟ كورونا ما مشاتش ولدي، كورونا باقيه. الله يدير تاوي ولدي الخير وصافي. هم ما خصهمش كاع يفكروا في العقوبه نهائيا ولا في الماديات، يفكروا في الصحه. هذا وقد عمل المغرب على انتاج ملايين الكمامات يوميا، وتم تحديد سعر 80 سنتيما للبيع للعموم لجعلها في متناول الجميع بدعم من صندوق تدبير جائحه كوفيد 19. بين أبرز المحطات التي ميزت تدبير جائحة أزمة فيروس كورونا على الصعيد الوطني خصوصا على مستوى مواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة، سلسلة تدابير اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية في هذا الإطار، ضمنها على الخصوص آليتين جديدتين للضمان لمواكبة المقاولات، هما ضمان إقلاع وإقلاع المقاولات الصغيرة جدا. شيماء العلم. المقاولات تنفست الصعداء بعد إحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي نهاية شهر مارس الماضي، ضمان أكسجين الهدف من إحداثه تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات. وبعد أزيد من 4 أشهر قروض استثنائية فاقت 17 مليار درهم لفائدة ما يزيد عن 45,000 مقاولة. اللي الدولة عاوناتهم باش يخدموا، ولكن راه تضرروا لان المداخل ما بقاتش كما هي. واحد المصاب اللي صاب هذا العالم كامل، وطبعا غادي يكون الاقتصاد غيضر طبيعة الحال، لانه هو مشكل هذا الاقتصاد متسلسل. كيواجه اي ازمة كيواجهها بشجاعة وكينتصر عليها، وحتى الاقتصاد اللي كان مضاد كيقعدوا بالحين. هذه المقاولات التي عانت من أضرار الجائحة واستفادت من الدعم يمكنها تسديد فوائده نهاية سنة 2020، ولأصحابها ممن لم يسعفهم الحظ في ذلك تقسيط لمدة 5 سنوات. أصلاً العالم كله في أزمة، كيفاش حنا غادي نبغيو نكونوا فوق الأزمة؟ يعني صافي هذاك الشيء اللي كان قديم دابا ما بقاش، دابا خصنا نتعايشوا مع الوقت الحالي. كنتمنوا من الله من بعد تحل الحدود، حيث حنا اصلا تنخدموا مع السياحه، تنخدموا مع ليترونجي. هذه الآلية الجديدة للضمان تستفيد منها المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة التي لا يتعدى رقم معاملتها 200 مليون درهم، ونظرا للطابع الاستثنائي لهذه الأزمة فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملتها ما بين 200 و500 مليون درهم يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة مباشرة من الرباط السيد هشام السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي. أستاذي، بداية، إلى أي حد ساهم منتوج ضمان أكسجين
في الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي في ظل هذه الجائحة؟ وكم عدد الشركات التي استفادت؟ شكرا على الاستضافة. بحال قلت في الروبورتاج ديالكم هي ان الوقت اللي وقعت هذه الجائحة ديال كوفيد 19 العديد من المقاولات وقفت الخدمة ديالها، وكان المشكل ديال التمويل والتدابير اللي خدتها اللجنة في اليقظة الاقتصادية، ومنهم ضمان أكسجين اللي هو خط ائتماني جديد، مكن العديد من المقاولات باش يكون عندها واحد التمويل باش تدوز هذا الوقت ديال الحجر الصحي، حيث هو ضمان أكسجين تعمل واحد نقولوا واحد الواقعة اللي كانت هي كان الحجر الصحي والعديد من المقاولات كانوا واقفين، وهذا التمويل مكن باش يمول شنو؟ باش يمول الحاجه الضروريه ديال هذه المقاولات، حيت الواحد تيكون واقف لكن تيكون عنده الكرا، تيكون عنده العديد المستخدمين اللي خصهم يخلصهم، تيكون عنده الضوء، عنده الماء، تيكون العديد من هاد سميتو دي شارج اللي خص يخلص المقاوله. اذا مكننا هاد المقاولات باش تولج لهاد التمويل باش تقدر ندوزو هاد الوقت اللي كان ديال الحجر الصحي. ولاش نشوفوا شحال وصلنا.